رانيا يوسف مولودة 1 ديسمبر 1973، ممثلة مصرية. والدها ضابط بينما والدتها تعمل مضيفة جوية. عملت كعارضة أزياء وفتاة إعلانات في بدايتها، طبعا معروفة يعني. بدأت في أدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما بعام 1993، وظهر نجاحها في مسلسل عائلة الحاج متولي الذي شاركت بدور البطولة فيه، ثم توالت أعمالها. حياتها الأسرية، تزوجت 3 مرات، حيث تزوجت أولا من المنتج المعروف محمد مختار، وأنجبت منه ابنتاهما ياسمين ونانسي. ده المنتج محمد مختار مع رانيا يوسف، دي مع أحمد ابنتها، مع محمد مختار دول ياسمين ونانسي بنتهم، مع ياسمين ونانسي. محمد مختار ثم تزوجت من رجل الأعمال كريم شبراوي، ثم انفصل. وأكدت النجمة رانيا يوسف أنها اتفقت مع زوجها كريم الشبراوي على الانفصال بعد أن وصلت العلاقة لطريق مسدود، واتفق على جميع الإجراءات بفندق الفور سيزون سنة 2012. ده مع كريم الشبراوي، ده جوزها التاني. ثم تزوجت رانيا للمرة الثالثة من طارق عزب، وأخذ حديث الفنانة المصرية رانيا يوسف عن زوجها الحالي طارق حيزا كبيرا من برنامج الحكم الذي حلت ضيفة عليه. ده جوزها الثالث طارق عزب. مع جوزها رجل الأعمال طارق. للأسف انفصلوا برضو، حيث وصفته بالعريس اللقطة بعد تجارب زواجها السابقة. وقالت رانيا يوسف: أحببت زوجي طارق بقلبي وعقلي، هو رجل بكل ما تعنيه الكلمة. أنا واثقة أنه لم يتزوجني زواج مصلحة. ولفتت رانيا يوسف إلى أنها حاولت أن ترضي نفسها وزوجها وبناتها عندما قررت الزواج للمرة الثالثة، وأن زوجها طارق يعامل بناتها من زوجها السابق محمد مختار بشكل جميل، وهو أب رائع. وصرحت أن زوجها يكره أن يرى مشاهد الإغراء التي جسدتها خلال مسيرتها الفنية، ولأنه يغار عليها كثيرا وهو المسيطر في المنزل، ولكنه حنون جدا في الوقت نفسه. وفي سياق آخر أشارت الفنانة المصرية إلى أن زوجها السابق محمد مختار حاول الرجوع لها. ومؤخرا أعلنت الفنانة رانيا يوسف انفصالها عن المهندس طارق عزب بعد زواج استمر لمدة 3 سنوات. وفي الأيام الماضية نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر صفحتها على موقع الصور الشهير انستغرام صور جديدة لها في حمام السباحة خلال قضاء أجازتها باليونان.
أخدت صور جميلة هناك على حمام السباحة في الفندق اللي هي فيه، واحد دي أجو امبارح والنهاردة من 10 ساعات. وتعود رانيا من أجازتها خلال أيام قليلة لاستئناف تصوير مشاهدها في فيلم دماغ شيطان مع النجم باسم سمرة، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.